لا ما رح اكل منهم ابدا. لازم تاكل هيدول زهور. انت سمعتني، ما رح اكل. ما حدا بيكسر التقاليد المتعارف عليها. رح نقتلكن اذا ما بتاكلون. كلون بسرعه على هالزهور. رح يقتلوكن، رح يقتلوكن. علاء الدين، لازم نهاجم الناس قبل ما يهاجمونا، والا اكيد رحت علينا. لا يا امير، اذا جربنا نأذيهم ما رح يرحموا لجنيد. يا كتير الحكي، ما رح سامحك. انت جريته لمعلمي على الفخ. ما عملها اصلا ابدا. شو ما كان، بس هالشي هيدا خليه لمعلمي انه يكون عاجز. كان عم بيجرب يتزاكى وبس. كان عم بيساعد علاء الدين بالتفتيش على الزهرة ليقدروا يقتلوا جعفر. كان عم بيساعد عن جد؟ لكن قوليلي، ليش أكل الزهرة إذا بس كان لازم يلاقيها؟ لازم يكونوا جبروا يكلها بالقوة. يمكن يكون أكلها بدون سبب. شوف كيف معلمي وقع بفخ كتير كبير. وقفوا وقفوا، هالشي ممكن يكون غير لك رأيك. يلا كل هيدي. ما رح اكله. ضربوه بطريقة اقوى. أنا من القبيلة. رح تاكل هلأ؟ ما رح أكل. حاش تتصرف مثل المجنين؟ الحق عليك، أنت الوحيد المسؤول عن مصيبتنا يا جنيد. مجنون؟ مجنون؟ عم بتقول عن حالك مجنون؟ قف قف قبيلة. رح تاكلوا من الزهور هلأ؟ أبداً. طيب خليني شوف كيف رح ترفض هلأ. ها اسمعني، شوف هلأ. حرقوه. فك الحبل يا جنيد، خلص حالك. فك الحبل وارميه. يلا كل هيدي، كل هيدي لشوف، لننسى كل شيء وتصير واحد من قبيلتنا. فك الحبل وارميه، خلص حالك. انت اطرش يا سرسار، ليه ما عم بتخلص حالك؟ احكي هيك يا جن، كل شي رح يزبط. معلمك رح يزبط كل شي. كيف رح يخلصوا؟ اولا ايدي لمعلمي مربوطين، واهم شي انه ما عم بجرب يخلص حاله. علاء الدين، شو بنعمل هلأ؟ اسمع نصيحتي، كل هالزهور أو شوف كيف صاحبك رح يموت قدام عيونك وانت واقف عم تتفرج عليه. جرب تخلص من الحبل يا جنيد، ارمي هالحبل.
جنيد! هلا دين! جنيد! النار أثرت عليه بشكل يلا فك الحبل يا جنيد! عجل! علاء الدين! لحقون بسرعة! يلا خلينا نفل من هون علاء الدين، كل ما عجلنا كل ما كان أفضل. لا، ما فينا نروح من هون قبل ما نلاقي زهرة اللوتوس. علاء الدين، إذا نبقى هون رح يقبض علينا من جديد. خلينا نروح نتخبى هونيك، عجلوا. يلا عجلوا. لاقوهم، لازم يكونوا بشي محل بالغابة، روحوا. لما بتلاقوهم بدي تقتلوهم فورا. بس إذا قدرت تلاقيهم خليك عم تفتش علي لمعلمة، ما رح تلاقيه أبدا، أنا بطمنك. قلت لك يا صديقي إنه رح يعرف يتصرف. ما كون من وقت للتاني حكيك بيكون بمحله. كنت ممكن موت إذا شي بيصيب معلمة، منيح اللي إنه قدر يهرب. شو قصتك هلأ؟ كنت هلأ عم فكر فيك يا جن. عم بتفكر فيي؟ بشو عم بتفكر فيي؟ إنك بتحب معلمك كتير، بس لما الساحر جعفر يقرر يفرك المصباح تظهر من المصباح وبتصير أكبر عدو لإله. أنت ضربتني بوحشية كبيرة بالنهار يلي جربت وقفك فيه عن ضرب علاء الدين. ماكو أنت بتعرف منيح أنا بطبق أوامر جعفر، بس لما أنا أظهر من المصباح ما عم بقدر أتحكم بحالي. بعدين ليه بتبقى معي يا جن؟ لازم تكون إرادتك أقوى من هيك. ليه لا؟ ممكن تسامح حالك إذا بتضر معلمك؟ لهالسبب أنا بجرب وقفك عطول. كل الغلطة غلطة أنا. ما تحكي هيك يا جن، معلمك رح يزبط كل شي عن قريب. أنا بعرف هالشي، بس لازم يتصرف بسرعة بكل شي ممكن يعمل. أو جعفر ممكن يأمرني من جديد إني أقتله لعلاء الدين. ما رح أقدر أعمل هالشي يا مكو. يا نجمة السماء، من فضلك لبي دعائي، روحي ورجعي لي علاء الدين إذا عم تسمعيني. شوفي، أنا جيت بسرعة لأني اشتقت لك. علاء الدين رح يرجع لهون يا أميرة، رح يرجع عن قريب. انت بتعرفي انه علاء الدين ما بيحب انك تبكي يا أميرة. الخالي بتقول هيك يا نوري. سامحيني على يلي بدي أقوله، بس أنا ما بحب كتير عمته لعلاء الدين. شو قصدك نوري؟ قصدي هي إجت وتمركزت بهالقصر من دون إذن حدا،
نوري هي هي هون لحتى تهتم فيي ولحتى تدير بالي. أنا بصدق أنا مانا مهتمة إلا بحالها. شو عم تقول يا نوري؟ خالي مانا هيك أبدا. أنت كتير بريئة لتفهميني يا أميرة، بس أنا ماني شايفة فيها إلا الطمع والجشع. صدقيني علاء الدين بحبها مثل أمه، ما بدي أسمع كلمة ضدها ولا كلمة ضدها أبدا، فهمتي؟ علاء الدين أنت كيف انجرحت هيك؟ شو هيدا اللي لابسه أنا؟ عن جد؟ وقتك كنت عم تضحك مثل المجنين وهلأ مستغرب كيف علاء الدين جرح حاله؟ يعني أنا كنت عم خرف؟ أي نعم، لما كانوا عم بيجربوا يقتلونا أنا وعلاء الدين، شايف؟ مش مهم، هلأ انسوا كل يلي صار. بس علاء الدين، كيف ممكن انسى شي ما عم بتذكره؟ يلا، خلينا نحصل على الزهرة ونروح. بس علاء الدين، في كتير عتمة. ايه بس هلأ جعفر رح يبعد جينو ورانا لما تشرق الشمس، وأنا بعرف إنه جينو رح ينقهر كتير ويتضايق كل ما يجرب يهجم علي ويحاربني. معلمي بعده بحبني كتير بالرغم من كل شي عملته فيه. بدي منكم تنتبهوا كتير منيح، بهالوقت رح جيب زهرة اللوتس. تفضل. مشددين المراقبة، شو ممكن نعمل؟ في طريقة واحدة. يلا طبعا. ما تكتر أسئلة، بس تصرف مثل ما بيقلك على الدين. على الدين شو صار؟ خلص راحت علينا. علاء الدين اليوم على الأكيد رح يموت. لا يا سحر جعفر، ماني رح أظهر من هون أبدا. لا لا، ما رح أظهر من هون. لا لا، ما رح أظهر، ما رح أظهر. لازم تظهر يا جينو، معلمك عم بيأمرك إنه تظهر. يلا تشوف. أنا تحت أمرك يا معلمي. بدك للحقيقة، أنا شاكك بوفائك وبقوتك كمان. عم بتشك فيي؟ كنت تقلي لي علاء الدين بعده عايش؟ ليه بعد ما قتلته لهلأ؟ سمحني كتير يا معلمي، قبل ما قدرت خلص على علاء الدين أبداً، لأنه غابت الشمس وسحبني المصباح لجوا، ما بقدر أبقى برا لما بتعتم الدنيا. بس بتقدر طالما في ضوء. مظبوط يا معلم. فإذا نروح، يلا معك النار كله لتنفذ مهمتك بسرعة. بدي جسم علاء الدين الميت بين إيدي قبل الليل، فهم شو عم بحكي؟ مثل ما بتريد يا معلمي. فيك تهرب من الغابة، بس ما فيك تهرب من موتك يا علاء الدين، فهم علي؟ بسرعة معي، ما بقى تفكروا وعجلوا كتير.
علاء الدين. شو صار؟ ليه وقفته؟ نحن ما وقفنا، بس تعبانين. خلينا ناخد نفس، بعدين منتحرك. طيب، مثل ما أنت بتريد. لي بدك تساعدينا؟ هيدا منو وقت أسئلة أبداً، بس حطوا براسكن إنه أنا بدي خلصكن. خلينا نروح من هون. قبل كل شيء قولي لنا أنت مين؟ فيك تقول إني جيت لهون كرمالكن أنتو، بس لحتى خلصك أنت وأصحابك. انتبه، فيهم يوصلوا لهون بأي لحظة، هن ما رح يرحمونا. خلينا نستعجل. ايه يلا علاء الدين، خلينا نخلي. شايف يا علاء الدين، ما رح خلي حدا يقتلك. انت مصيرك تموت على ايدي ومش على ايد حدا غيري ابدا. رح جركن على وادي ورح اتصرف بسرعة لدرجة انه ما رح تشوفوا الوادي، ورح توقعوا بالفخ. رح توقعوا بالفخ. هيدول هني، ما حدا رح يقدر يخلصن. أول ما بيوصلوا على حافة الوادي قبضوا عليهم بسرعة. خلونا نروح. علاء الدين، ما بعرف ليه أنا خايفاني هالقد، حاسة إنه في شي فظيع رح يصير. أنت أخذت بيي مني، بس ما تخلي شي يصير لعلاء الدين. من فضلك ما تأذي، من فضلك ما تأذي. ما بقدر أعيش من دونه. أنا قلت لك إنه ما بحب شوفك عم تبكي أبداً. علاء الدين، علاء الدين، طمني عنك، أنت منيح؟ أنت بتقولي ممكن أتأذى طالما دعواتك دايماً معي؟ أنا مش قادرة أعيش من دون البابا، ما قادرة أبداً، ما بعرف شو بدي أعمل. أنا كتير تعبانة، كتير تعبانة. لازم تعرفي إنه أميرة زارني أباد ما بتقدر تستسلم. شعب زارني أباد محتاجين أميرتهم بهالوقت أكتر من قبل. لازم تهتمي بشعبك. بعد موت بيك القاسي والمفاجئ يا ياسمين، كوني شجاعة يا ياسمين. لازم تقوي حالك وتحملي كل مسؤولياتك لوقت ما أنا أرجع. شعب زارني أباد محتاجين أميرتهم بهالوقت أكتر من قبل. لازم تهتمي بشعبك. بعد موت بيك القاسي والمفاجئ يا ياسمين، كوني شجاعة يا ياسمين وتحملي كل مسؤولياتي لوقت ما أنا أرجع. علاء الدين، أنا أقوى جني بالعالم كله. أنا خلصت عليك يا علاء الدين. هلأ أنت ما بقى فيك تقرب أبداً من معلمي. بكل ثقة كنت بدك تقتله لمعلمي جعفر. هلأ ما بقى فيك تقرب من معلمي جعفر أبداً. ها.
كان مفكر حاله ملك الموت، بس للأسف نسي إنه أنا أقوى جني بالعالم كله وما حدا بيقدر لي. أنا بشكرك على قدين لأنك طلبت السجادة السحرية بالوقت المناسب وخلصتنا، وإلا فعلا كانت راحت علينا وقعنا بالوادي. بس على قدين، كيف عرفت إنه هالوادي كان قدامنا؟ ما كنت عارف شي عن الوادي، بس كنت حاسس إنه محاطين بخطر، لأني كنت عارف إنه هالمرة ما هي إلا جينو. جينو؟ كيف؟ هالمسكين نسي يغطي إجراي. مسكين؟ لا مسكين ولا شي، أنا بس شوفه رح ضل أضربه وخبطه لحتى يتذكر كل شي نسي. جنيد، أنت عارف ما بيقدر يتصرف غير هيك، لأن جينو ما بيعرف حاله شو عم يعمل أبداً. طيب على قدين، ما رح أضربه كرمالك. يلا طبي هالتياب وعجلة بسرعة، لازم ياسمين تروح قبل ما تغيب الشمس ويتأخر الوقت. عم تسمعي؟ ما عم بقدر افهم كيف ياسمين قادرة تتحملك وتدبر حالها مع خادمة مثلك تشتغل كل شي، بس للأسف ببطء كبير. يا عمتي، شو الفايدة من ضبط كل هالغراض إذا الأميرة ياسمين ما قبلانة تاخد إجازة أبداً؟ مين قالك إنه ما رح تروح؟ هي أكيد رح تروح. أنا بعرفها كتير منيح للأميرة ياسمين، ما رح تترك القصر تحت هالظروف أبداً. ما معقول كيف تتجرأي تحرجيني؟ أنت وحدة وقعة، ناسية إنك مجرد خادمة عادية، وإني أنا كوني من الأقرباء، يعني أنا خالة خطيبة، فاعملي مثل ما بطلب منك، هالشي مفهوم؟ لوين نحن رايحين يا خالة؟ تعي حبيبتي تعي، أنا أصلاً كنت جاية لعندك حبيبتي. شو القصة؟ يلا خبريني. عدي أنت رح تسمعي لي كلمتي، ما هيك؟ أنا عم بسمعك. يلا. أنت فقدت كل أمل من وقت ما توفى والدك، لهالسبب فكرت أنه لازم تغيري جو، هيك بخف الضغط عنك. أنا موجودة هون لأهتم بالقصر، ما تشغلي بالك وخدي خادمتك معك، لازم تظهري من هالقصر لتنسي كل أحزانك، وما بيصير هالشي إلا إذا سفرتي وهيك بترجعي مرتاحة. رح تروحي ما هيك؟ لا يا خالي، ما لازم اترك القصر بهيك ظروف صعبة، القصر هو من مسؤوليتي هلأ. كيف فيني فكر بس بحالي بمثل هيك ظروف؟ بس أنا واش بفكر فيكي ما هيك حبيبتي؟ وثقي فيي بترجاكي. يلا روحي غيري جو ولو لفترة صغيرة. لا يا خالي ما في. طيب مثل ما بدك لك. صدقيني أنا كنت عم بحكي لمصلحتك. إيه أنا بعرف يا خالي، وأنا لازم كمل كل شغل المرحوم بابا طالما على قدين بعده ما رجع. أنا مش ممكن أترك زارني أبد. هلأ نحن خلصنا أول مهمة، زهرة اللوتس، خلينا هلأ نشوف شو منجيب. حسب ما قال المعلم كوكاز، هالفرمان السحري رح يحدد لنا وجهتنا التانية طالما جبنا زهرة اللوتس. هلأ على الدين، ما في شي مكتوب هالورقة؟ وين الزهرة؟ ممكن هالفرمان يكشف لنا عن سره إذا منقرب له الزهرة هيدي. بس أنا ما معي الزهرة. بس ما أنت خليت الزهرة هيدي معك. إيه مزبوط، بس الزهرة ما معي هلأ. عمهلك يا جنيد. أنا شو عم تعمل أنت؟ أنت ما بتعرف إنه جبناها لنقتل جعفر؟ أنا ما كنت رح أكلها، بس كنت عم بتفرج عليها. هيدا كل شي، صدقني على قدين. أنا بس كنت عم شمع. طيب جنيد، بس انتبه تاني مرة. حاضر رح انتبه. خلينا نحط هالزهرة على الفرمان.
الحجر الأحمر بينوجد بسركستان. أنا من القبيلة، أنا من القبيلة قاف قاف قبيلة قاف قبيلة. عم بتصرف بطريقة كتير غريبة، مثل ما كان عم بتصرف وقت أكل الزهرة قبل. بس الزهرة هون. جنيد، كيف حصلت على زهرة اللوتس الثانية؟ ما بعرف ما بعرف قاف قاف قبيلة. على قدين، ما بقى فينا نضيع وقت أكتر هون. تصرف معه بسرعة، لازم نروح على سركستان. في طريقة واحدة بس. ما عنا وقت كافي لنوصل على سركستان، والزيادة نتحمل غرابته. ماشي الحال، نحن ما اعتبرنا أبداً إنه هالمشكلة رح تكون سهلة، مهمتنا رح تكون كتير صعبة. تمت المهمة يا معلمي، أنا قتلته لعلاء الدين ولصاحبه وخلصتك منهم كلهم سوا. أنا عم بقلك الحقيقة، أنا خلصت للمهمة. وين جسم علاء الدين؟ ما قدر جيب لك جسمه، أنا خليتهم يقعوا كلهم بوادي كتير كتير غميق، ما حدا رح يقدر أبداً يلاقي إعدامهم من بعد ما وقعوا. يعني أنت ما خليت ولا أثر وراك يا شاطر، ما هيك؟ أبداً. فإذاً مين بيكونوا هالأشخاص؟ كيف ممكن يكون يا معلمي؟ صار هيك شيء، أنا شفتهم عم بيقعوا كلهم، عم بيقعوا بالوادي بعيوني، كيف بعدهم عايشين؟ إذا منك قادر تصدق لازم تتطلع عليهم منيح. أعطيني بعد فرصة وحيدة يا معلمي، هالمرة أنا أكيد إنه رح جيب جسمه لعلاء الدين. بكفي، أنا شفت شو ممكن يطلع من أمرك. أنت بتملك القوة بس ما عندك جنس الذكاء. الحقيقة هي إنك ما بتعرف تقوم بهالمهمة، رجع على مصباحك. دخيلك سمحني يا معلمي، نحن فرصة أخيرة. شوف هونيك السركستان الأحمر. أنا من القبيلة قاف قاف قبيلة. هيدا السركستان أو أرض العمالقة؟ كل شيء كتير كبير هون، كتير كبير. تعوا خلينا نمشي. أنا من القبيلة. جمل جمل، خلونا نروح من هون يلا. بظن انه في حدا بعيش هون. كيف ممكن نلاقي هالحجر الاحمر؟ انا من القبيلة جنيد. انا من القبيلة حصان 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 حصان. جنيد يلا هرب بسرعة. يلا خلينا نتخبى. أنا شامم ريحة بشر. ليك هيدا الوحش بيملك الحجر الأحمر يلي أنا عم فتش عليه. أنا من القبيلة
جنيد! قف قف قبيلة! أنا من القبيلة! هيدي موزة كبيرة وهيدي تفاحة كبيرة، أنا من القبيلة موزي موزي موزي. أهلا وسهلا فيكم ببيتي. أهلا 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 لإلك، أهلا لإلك، أنا من القبيلة، خد خد راحتك. شو صاير يا وزير؟ ليه مبين عليك بالك مشغول؟ أميرة ياسمين، أنت هون؟ إيه طبعاً أنا هون. قلي شو القصة؟ بعد وصلني أخبار إنه السكان زارني أباد مشغول بالهم بعد موت السلطان. مشغول بالهم؟ وليه؟ مشغول بالهم، مش عارفين مين رح يهتم فيهم. أنا رح أتحمل مسؤولية شعب زار نيابة. بس يا أميرة، أنت بنت والبنات ما بيقدروا يديروا مملكة. أنت غلطان، النسوان قادرين يهتموا بكل شي، بكل شي ممكن يبعتلن إياه القدر. رح أحكم المملكة لوقت ما يرجع على الدين. بس فيكن شغلة واحدة، انتو البشر بتضايقوني كتير، بس انا كتير جوعان، وشو ما كان هلأ رح يوفي بالغرض بالوقت الحاضر. وقف، كلني أنا قبل. إيه كله هو، كله هو. إيه آه، شو هالصداقة هيدي؟ بالمناسبة شو اسمك أنت؟ ما حدا. وبتعتبر هيدا اسم؟ أهلي ما حبوا وجهي لما خلقت، لهالسبب عطوني اسم ما حدا، وكل الناس بيندهولي بهيدا الاسم. بالحقيقة لازم أقول إنه اسم حلو. وقف، انت جوعان مزبوط؟ انا فيني اقدم لك شراب ما شربت مثله من قبل. شو هالشراب هيدا؟ من بعد ما تشربه فيني حضره اذا انت بتحب. عمهلك شو هيدا يا علاء الدين؟ قلي كيف فيك تقدم شراب لواحد مثله؟ لهالوحش لازم احصل عليه هلا. انا بدي شوي، انا بدي شوي. شو ناطر؟ حضر هالشراب لإلي يلا. قبل كل شي نزلني. مزبوط. معلمي علقان بالفخ هلأ، كيف بده يحضر شراب هو موجود بهيدا الكهف؟ هيدي وحدة من ألعابه الذكية يا جن. معلمك عم بيجرب يلهي هالوحش بحجة تحضير الشراب. أوه. قدي بده يقدر يلهي هيدا الوحش الكاسر؟ رح ياكله على الأكيد لما يلاحظ شو عم بصير. معلمك علاء الدين كتير ذكي يا جن. ما بقى تشغل بالك بالوحش وبلش شغل بالك بجعفر. عن قريب رح يحضر حاله ليقتل علاء الدين. لازم نعمل شي لنوقفه لسحر جعفر، بس كيف قليلي؟ ما فيني أعمل شي يا جن. أنت بتعرف أنه أنا بخاف من جعفر، ما فيني ساعدك بشي أبداً يا جن. ما كون أنت الوحيدة يلي ممكن إنها تساعدني. من فضلك ما ترفضي. من فضلك فكري، فكري بمعلمي. إذا ما بدك تفكري فيي أنا فكري فيه، رح تساعديه ما كون، ما هيك؟ دخيلك ساعدي. طيب بس شو لازم أعمل؟ ما بعرف. رح قلك دغري هلأ يا صاحبي. لازم تطول بالك،
الإنسان بحاجة لوقت ليعمل أشياء طيبة. طيب رح أعطيك وقت للمسا، أنا رح أرتاح لوقتها. إيه هيدا الوقت كتير منيح، أنا رح أقدم لك الشراب دغري أول ما تفيق. أمير جيب العنب من هونيك. حاضر. هو وقع لحاله، وقع على الأرض. أنا من القبيلة. شو بدهم يعملوا؟ علاء الدين، شو عم تفكر تعمل؟ شو هو الشراب الخاص اللي عم تحضره؟ شراب خاص بينام عليه دغري بعد ما يشربه. ضلك عم تزيد عنب. علاء الدين، رح ناخذ منه الحجر الأحمر قبل ما يفيق؟ لا، رح يعملنا مشكلة إذا هلأ بفيق. خلينا نقدم له الشراب ونخليه ينام نوم عميق. ما بيقدر يشرب هيك شراب لذيذ حتى بالجنة. علاء الدين، وقف جنيد هلأ قبل ما يوعى هالوحش. ما تخاف يا أمير، رح يكون بخير. علاء الدين قدرت تهرب من هالجن الكسول، بس أنا وراك وما رح تخلص مني. علاء الدين، أنا رح خلص عليك بهالسائل. علاء الدين، انت مصيرك انه تموت على ايدي، وانا رح اوصل لهالهدف بواسطة هالسائل. هالشي ما ممكن يصير، هالشي ما ممكن يصير ابدا. السائل اختفى. لازم ارجع اعمله من جديد. لا عظيم يا ماكو، انت الرائع. جنيد، علاء الدين، جنيد، وحش، نحن شو عم نعمل هون؟ شو عم تعملوا بهالمكان المقرف؟ الحمد لله رجعت لوعيك. بس نحن كيف وصلنا لهون؟ بفضلك انت. بفضلي انا؟ ليه عم تتهمسوا؟ وين الشراب؟ الشراب جاهز بس بعده شوي فاتر. راح اشرب وفاتر. ما كتير مميز، حضر حالك لتموت. بالعكس، هالشراب طعمته كتير طيبة لما بتشربه لآخر نقطة. طيب إذا ما بدك تشربهم كلهم، بس ليه ما بدك تشربه لآخر نقطة؟ أنا شربت من قبل شراب أطيب من هيدا. حضر حالك لتموت. علاء الدين، ليش شرابك ما عم بيعطي مفعوله على الوحش؟ ما بعرف، أنا زدت كل شيء.
تعال خلينا ناخذ هلا الحجر بسرعه. حصلوا على الحجر، حصلوا على الحجر، معلمي حصل على الحجر. شفت؟ انت كنت خايف من دون سبب. هلا لا هالوحش ولا الساحر جعفر بيقدروا يأذوا لعلاء الدين ابدا. بلشنا من اول وجديد. ما كنت صرفي دخيلك صرفي. اذا هالمجرم الوسخ حضروا لهيدا الخليط نحن رح نقع بمشكلة كتير كبيرة. ما رح خليه حضره. شو هالمشكل هيدا؟ لا مش مهم، مع الخليط أو بدون الخليط أنا رح أقتل علاء الدين بكل بساطة بين إيدي. هالهبل ياسمين لسوء حظي بينت إنها كتير عنيدة، بدل ما تبكي على موت السلطان وتحزن على مصيره فضلت إنه تكون ملكة على زرني أباد. فكرت استغل حزنها وانجح بخطتي اللي حضرتها، بس هي ما خلتني استولي على شيء. كل شيء رح يروح من بين ايدي. شو بدي اعمل انا هلا؟ شو لازم اعمل؟ قولولي بس شو هالحظ. تفضلي اكل. بتسمي هيدا اكل؟ يلا روحي من وجهي، روحي حضري لي رز ولحمه. شو القصة يا عمتي؟ انت طلبتي يخنة اللوبيا والرز المفلفل. بنظرك لازم انا اطلب اذن خادمة قبل ما اكل؟ ما تنسي ابدا انه انا بكون خالة علاء الدين وفيني اعمل يلي بدي اياه هون، سمعتي؟ انت معك حق، انت عمته لعلاء الدين، بس انت كتير مختلفة عنه. علاء الدين ما بيتصرف ابدا مع حدا بهالطريقة. هالشي صحيح، لهالسبب خادمة ما بتسوى قرشين مثلك. كيف ممكن تسمح لحالها تكون وقحة لهالدرجة؟ بس أنا بعرف كتير منيح كيف حط حدود لخادمة مثلك. ياسمين مصيرة تكشفيك على حقيقتك قريباً وبكرة بتشوفي. أنت وحدة وقحة كيف تتجرأي وبتهدديني؟ أنا رح علمك درس ما رح تنسيه أبداً. أنت فيك تعملي شو ما بدك، أنا ماني خايفة منك أبداً. أنا لازم أعمل شي بخصوصها. علاء الدين عجل بسرعة، هالوحش معقول فيه بأي لحظة. علاء الدين بسرعة شوي. ما قادر أسحب على الحجر الأحمر. مش الحال. يلا خلونا نهرب من هون. شو لازم نعمل بهالحجر؟ جنيد أمير. علاء الدين الصخرة كتير تقيلة، ما قدرت حركها. خلينا نجرب بعد مرة. فشو بقوة.